يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما المراد بقوله سبحانه وتعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج؟ هل كل جدال منهي عنه في الحج؟ الجدال على قسمين، الجدال الذي ليس فيه فائدة وإنما هو مغالطة ولا فائدة من وراءه، هذا هو المنهي عنه. أما الجدال الذي فيه فائدة لبيان الحق ورد الباطل فهذا واجب، وجادلهم بالتي هي أحسن،